لم ترمن عشكا إذ رمتك عصابة نهضت بها أحقادها تتسرع لكنها علمت بأنك مهجة الزهراء فابتدرت لحربك تهرع ورماتك كي تصمي حشاشة فاطمة ورمتك كي تدمي حشاشة فاطم حتى تبيت وقلبها متوجع هذه البتولة في القبر هذه البتولة في قبرها تصرخ اليوم بالأمس ضلعي يكسرون وكبدي اليوم آه يا أهل المدينة ونت الزهر اسمعوها حتى بقبرها تصيح جبدي قطعوا وعن الصفايح يا المحبين ارفعوا بطلع على الدنيا وبشوف اش صاير اليوم هوالي هوالي انا شبدي قبل شبد الحسن بالطش الطاح روحي قبل روح الحسن للحور راح وان كان زينب بالعزاء صاحت وناح زينب بجت بدموع واني دمعي دموع لكن الامر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين روي عن سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال مشيرا إلى ولدي الحسن المجتبى إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين فئتين هذا الحديث الشريف الذي يروى عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله بحق ولده المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذا يروى بهذا اللفظ كما ذكرناه ورواه جمع من أهل العامة من السنة من رواة العامة منهم الترمذي وقال عنه إنه حديث صحيح إسناد صحيح أيضا رواه أبو داود في سننه أبو داود أيضا رواه في سننه وغيرهم أيضا رووا هذا الحديث لكن لهذا الحديث لفظ آخر أو قل هو نفس اللفظ ولكن مع زيادة رواها البعض كأحمد في مسنده ومنه أخذ الآخرون البخاري وغيره يذكرون هذا الحديث لكن يضيفون في نهايته بين فئتين من المسلمين أو في لفظ آخر من المؤمنين
هذا يروي أحمد في مسنده مسند أحمد وغيرهم يروي البخاري وغيرهم رووا هذا الحديث بهذا الشكل. يعني يكون هكذا الحديث إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين فئتين من المسلمين. هذا في الواقع الزيادة هذه أضافها البعض. مين من أصل الحديث؟ الحديث بدون هذه الزيادة بدون كلمة المسلمين يعني فئتين من المسلمين ما في من المسلمين. هذه زيدت بعد ذلك يعني بمعنى آخر حرف الحديث. وما أكثر ما حرفت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. طبعا أحاديث النبي كثير منها قد حرف على يد الخلفاء خصوصا في عهد بني أمية بالذات في زمن معاوية لعنه الله اللي قام بدور كبير في تحريف الروايات مو بس في تحريف بل في خلق اختلاق يعني اختلاق ووضع روايات كثيرة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله. هاي فضلا عن تحريف لكثير منها بالزيادة وبالنقصان وكذا. طبعا كل الأغراض لأغراض وأهداف سياسية واضح يعني الأهداف كانت ولعل جلها سياسية الأهداف كانت. من ضمن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله أخبر في حياتي ستكثر الكذاب علي فمن كذب علي متبوئا عفوا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النبي أخبر من قبل موته وبالفعل إجا الوقت اللي خصوصا في زمن الأمويين زمن معاوية اللي هو بكل صراحة يعلن يرسل إلى كثير من الصحابة سمرة بن جندب وغيره وفلان وفلان بأنه أريدكم شوفوا وين ما موجود منقبة للإمام علي سلام الله عليه في فضل الإمام علي أحاديث من النبي في حقه وضعوا بجانبها أحاديث في الخلفاء في الخلفاء وذلك كثرة الأحاديث فلوس تمشي فلوس تمشي مشي لهم فلوس مئات الآلاف من الدراهم والدنانير وذولاك هم يمشون عندهم مانع. سياسة الشكل تلعب دورها والمغرضين هكذا ويتلاعبون المشكلة يتلاعبونها أموال الأمة يتلاعب بها معاوية مو أمواله أموال بيت المال يعني لاحظ وهذا يعني لا تلاحظ يعني مو فقط عند معاوية ولا يعني أغلب الحكام هكذا يعني من ذاك الوقت إلى هالوقت تلاقيهم يستأجرون يعني أكو ناس أجيرين عندهم سواء كان جو هذول في صيغة واضعي أحاديث أو شعراء مثلا أو كتاب في زمن الآن كتاب مثلا في جرائد أو قنوات تكون باسمهم أو ما شابه ذلك فيختلقوا من الحديث وفلوس تمشي لهم ويقلبون الحقائق يغيرون الحقائق وكذا. هذا الحديث قلت لك الترمذي يقول عنه صحيح بدون كلمة المسلمين. أبو داود ينقل نفس اللفظ غير أعتقد الإمام السياسي أيضا النقله وغيرهم من بدون كلمة مسلمين. بعدين في زمن معاوية أضافوا إلى هذا الكلام واللي يدل أن في زمن معاوية المسعودي يذكر المؤرخ المعروف في كتابه مروج الذهب والمسعودي طبعا هذا مهم مو شيعي سني وإن كان بعض السنة يقول لا هذا شيعي أو يتشيع لا هو مو شيعي الرجل سني يعني أبدا مو شيعي لكن لأنه هو شوية ينقل أشياء بتجرد نوعا ما بإنصاف لذلك سموه شيعي أو تهموا بالتشيع. شافه هو ترى كل واحد ينقل الأشياء بحقيقتها كما وردت عن النبي صلى الله عليه وآله والأشياء الحقيقية الصحيحة اللي وردت عن النبي هي في حق علي وأهل بيته. أي واحد ينقل هالشكل يسمونه شيعي أو قالوا أنه متشيع أو كذا مثل الطبري مثلا الطبري هذا مو ذاك الطبري صاحب اللي هو التاريخ لا في طبري هذا ثاني اللي كتاب خصائص الإمام علي وكذا وغيره هذا يذكر حادث في حق الإمام علي هذا هم سني هي سنة هذا مو شيعي قالوا هذا بعد انتهموا أيضا بالتشيع
بينما هو سني وغيرهم وغيرهم يعني. ولم أي واحد يشوفون ينقل حديث في حق الإمام سلام الله عليه أو أهل بيته يعني اللي بدون ما ينالها التحريف قبل ما ينالها التحريف فيتهمون بالتشيع. على أي حال فالمسعودي يذكر في جزئه الثاني من مروج الذهب وعلى ما أعتقد 437-430 يقول أن معاوية لما جاءه البشير بموافقة الإمام الحسن على الصلح كبر زوجته وياه قالت لها شنو كبرت؟ قال إيه هذا البشير يخبرني بأن الحسن بن علي وافق على الصلح ها وانصاع ايش يقول وانصاع لذلك وهذا ذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله. هو معاوية يقول ها ذكرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول فيه ابني هذا سيد شباب أهل الجنة وجاب عاد هاللفظ هذا ابني الحسن سيد شباب أهل الجنة وسيصلح الله على يديه بين فئتين من المؤمنين فالحمد لله. يضيفه بعد معاوية ينقل هذا حديث أساس عن النبي يضيف لكلمة المؤمنين بعدين هو يقول فالحمد لله الذي جعل فئتي إحدى الفئتين. يريد يسمي نفسه شنو فئة من المسلمين من المؤمنين مو أنها فئة باغية ها مو أنها فئة خارجة على إمام زمانها لكي تستحق حينئذ شنو تستحق صفة الخارجة عن الدين ليحل قتالها اللي ينطبق عليها صفة البغاة. أساس ما يكون هذه الصفة يصير إليه فقال من المؤمنين. لاحظ هنا الزيادة إجابة. وللأسف الآن هذا الحديث الشريف طبعا بدون كلمة المسلمين وإن كان ترى على فكرة هو هذا الحديث أساسا بعض العلماء أصلا يقول أصلا هذا ما صدر حتى من الأساس حتى بدون كلمة المسلمين ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله. سنحن نقول على فرض صدوره من النبي بدون كلمة المسلمين بلا شك ولا إشكال ولا ما ممكن النبي صلى الله عليه وآله يجي يصف معاوية وهو يعرف من معاوية يجي يصفه بصفة الإيمان ما ممكن يعني هو شنو يعني النبي ما يعرف معاوية ومعايشن وشايفن شنو ها وعارف كفره الذي أو قلبه الذي انطوى على الكفر يعرفه يعني هو مو فضلا عن إخبار الوحي ممارساته يعني كان الكل يعرفها مو بعد يعني كيف بالنبي بعد هو متصل بالوحي ويخبره عن كل شيء يعني أفعال معاوية كذا كانت تدلل في الواقع على أنه أظهر الكفر هكذا مثل أبوه أبو سفيان يعني أظهر الإسلام عفوا ولو ما آمن على أي حال فما يجي النبي يصفه بصفة الإيمان هذا ما ممكن. فعلى فرض صحة الحديث على فرض قصد صدور الحديث من النبي حتى بدون كلمة المسلمين قلت لك البعض ما يرتضي يقول أصلا هذا الحديث أصلا مختلق ما صدر من النبي صلى الله عليه وآله ما صدر نقول على فرض صدوره البعض اتخذ من هذا الحديث وسيلة أو سبب وطريق للطعن في شخصية الإمام الحسن سلام الله عليه. شلون يقول بأن الإمام الحسن مو رجل حرب هذا مع الحسن دائما كان يؤثر السلم والمهادنة والكذا بحيث شوف لما صار هو يحارب معاوية ما حاربه آثر الصلح والمهادنة ها وقع وثيقة الصلح وسلم الخلافة إلى معاوية على أن يحارب مو رجل حرب مو مثل الحسين ومو مثل الحسين ذاك الحسين لا ذاك رجل حرب ذاك عنده شجاعة وعنده بطولة وعنده كذا ويجر أكثر يقول بأن الإمام الحسن سلام الله عليه وأعوذ بالله من هذا إن الإمام الحسن أصلا ليست في صفة الشجاعة أصلا بل هو متصف بالجبن. زين الإمام الحسن سلام الله عليه هذه الشخصية يعني الكبيرة في الواقع العملاقة يمكن أن توصف بهذا الوصف يعني هذا أولا لا شخصية أصله ونسبه يسمح بذلك ولا حتى حياة الإمام سلام الله عليه حياة الإمام بالعكس تدلل على خلاف ذلك
يعني انت فرضا اولا اذا جيت الى ناحيه نسب الامام، الامام سلام الله عليه ينتسب الى من؟ ابو امير المؤمنين، ها، وهو بطل العرب والاسلام بلا منازع، ما في شك، الكل مطبق على ذلك، الكل مجمع سنه وشيعه، علي سلام الله عليه ما حد يضاهي في الشجاعه والجراه والكرم. هذا ابوه. زين، ام منه ام فاطمه الزهراء، وايضا فاطمه الزهراء سلام الله عليها معروفه ايضا بشجاعتها بجراتها، يكفي فقط ذاك الموقف اللي وقفت امام كبار المهاجرين وامام الانصار وخطبت تلك الخطبه اللي عنفت فيها المهاجرين، وكانوا ذاك الوقت يسوقون الناس قسرا الى البيعه تحت التهديد، وما خافت من تهديدهم ولا شيء، يدل على شجاعتها. تمام. زين، هذه امه. أجداد منه، جده لأبي أبو طالب، وأبو طالب يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال في لو أن أبا طالب ولد الناس جميعا لأولدهم شجعانا، أولدهم شجعانا. وبالفعل شوف أنت أولاد أبو طالب كلهم يعني كلهم ما فيهم واحد. جده لأمه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله بعد ما في أحد يشك فيه لا مسلم ولا حتى غير مسلم، بالذات المسلمين يعني سنة وشيعة يشكون في شجاعته. يعني لما تسمع قول الإمام علي سلام الله عليه كنا إذا حمي الوطيس لذنا برسول الله، شنو يعني الجنود يلوذون بالشجاع بالكذا، بالفارس المغوار، يعني النبي صلى الله عليه وآله يعني يلوذون به تحاميا عن القوم، وهو علي سلام الله عليه. شجاعة النبي صلى الله عليه معروف شجاعته. زين، هذا جد. أجداده كلهم، مو بس عائلته كلهم، يعني عائلته ما فيهم واحد جماعة، بالعكس كانوا معروفين بالشجاعة. هذول أولاد أبو طالب كلهم، ها، وأولاد الإمام علي سلام الله عليه، إخوة الإمام الحسن، أبنائه كلهم شجعان، كلهم شجاع. يعني معقولة الآن هذه العائلة كلها كلها يصيرون شجعان؟ يعني كل من ينتسب إلى الإمام الحسن بطرف، سواء كان أخوه ابن أخوه ابنه كذا، أولاد خواته أخواته، أم هاني شجاعة معروفة بالشجاعة، أخوة الإمام علي سلام الله عليه اللي هي عمة الإمام الحسن، هذا كلهم معروفين بالشجاعة. يعني إلا الإمام الحسن سلام الله عليه يطلع من بينهم مو شجاع؟ يعقل هذا الكلام؟ يعني ذولا كلهم يرثون الشجاعة، حتى أولادي يعني القاسم وعبد الله وأبو بكر وغير اللي استشهدوا في كربلاء والحسن المثنى، معروفين بالشجاعة كلهم. يعني إلا هو ما يطلع شجاع شون يصير؟ شو ما معقولة ذولاك يعني ورثوا الشجاعة من آبائهم من أجدادهم، إلا الإمام الحسن ما يرث الشجاعة. هاي من ناحية النسب. أما من ناحية حياة الإمام سلام الله عليه، الإمام كل حرب شارك فيها كان فيها يمثل البطل الشجاع المغوار اللي إلي مواقفه المشهورة في الحروب. الإمام الحسن سلام الله عليه صحيح في زمن النبي ما شارك في حروب باعتبار صغير السن، 7 سنوات عمره، توفي عنه النبي وهو في السنة 7 مو مال حرب، صحيح لا هو ولا الحسين سلام الله عليه. بعد وفاة النبي خاصة في زمن الخليفة الثاني لما صارت الفتوحات الإسلامية أفريقيا وما أفريقيا وقسطنطينية وكذا، المؤرخين يقول الإمام الحسن سلام الله عليه شارك في تلك الحروب، شارك. إذا شو مو مال حرب هو؟ شو مو رجل حرب؟ بعد الخليفة الثاني، بعد اللي هو عصر الفتوحات الإسلامية، في زمن خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين احنا نعرف في خلافته في عهده المبارك خاض 3 حروب تعتبر من أشرس وأقوى الحروب اللي كانوا فيها القتل بالآلاف، حروب طاحنة كانت يعني في الجبل، في الجمل في البصرة، حرب الجمل في البصرة، وحرب الصفين مع معاوية أهل الشام، وحرب النهروان مع الخوارج. وفي كل هذه الحروب شارك الإمام الحسن سلام الله عليه، وشارك مو مشاركة عالية، يعني كان له مواقف معروفة تنم عن شجاعته.
يعني مثلا في الجمال لو أذكر لك فقط من كل حرب موقف واحد بشكل سريع. في الجمل في حرب الجمل في البصرة طبعا تعرف الجمل اللي كانت على عائشة كان جيش البصرة محيط به يحامون عنه قدامه وكذا ودار مداري إذ ما حد يصل إليه. الإمام علي سلام الله عليه طبعا بدت الحرب وصاروا القتلى وكذا وذلك مستمدين في الدفاع عن الجمل وعن صاحبة الجمل. الإمام سلام الله عليه قال يكون هذا الجمل هذا لابد يقتل هذا يعقر أنه هو الآن اللي متماسك الجيش حوله إذا طاح الجمل بعد ضعضع الجيش. فأعطى الرمح لابنه ابن الحنفية قال لبني أقصد الجمل خل يكون قصدك همتك إلى الجمل شق هذه الصفوف وروح وصل للجمل. ابن الحنفية معروف بشجاعته راح ابن الحنفية ولكن لم يستطع الوصول. تعرف يعني جيش ملتم ومحيط ومو واحد عشرات مئات آلاف موجودين رشقوه بالسهام وكذا تراجع ما قدر يوصل. حينئذ أعطى الإمام سلام الله عليه الرمح لابنه الحسن سلام الله عليه بني أقصد الجمل وراح الإمام الحسن. تعرف الإمام الحسن لما حمل عليهم فرق الجيش نصين ها اخترق الجيش يعني من حملاته كفعل أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه فروا عن يمين وشمال وصل إلى الجمل طعن الجمل بالرمح طعنه ثم رجع. طبعا ذلك رجعوا حامون على الجمل وكذا بس هو استطاع أن يصل الجمل بالرغم من الحماية الموجودة حول الجمل لكنه وصل إلى الجمل وطعنه بالرمح كما أراد أبوه ورجع وعلى أثر الرمح دم من ذلك الجمل. هذا اللي يستطيع الشق جيش ها جيش يشق وهو واحد تسميه انت هذا جمال ما عنده خبر بالحرب لو شجاع بل يعد من الشجعان الفريدين. حتى يقول لما رجع الإمام علي سلام الله عليه لمح في وجه ابن الحنفية تأثر. تعرف لابد يعني حين أنا وانت رايحين إلى مهمة معينة أنا أفشل فيها أنت تنجح شوية يصير في نفس الشيء شاف تأثر في وجه ابن الحنفية من هذا الأمر فالتفت إليه أمين سلام الله عليه يريد يعني يخفف عنه ويبين إليه ليش الفرق بينك وبينه. قال لي لا تأنف يا بني إنه ابن النبي وأنت ابن علي. يعني هذا ينتمي إلى الشجعان من طرف الأب والأم. أنت بس من طرف الأب الشجاع جبتك أنت ابن علي صحيح شجاع بس من طرف الأم لا هذا من طرفين ها ينتمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا موقف يوم الجمل في صفين كذلك في صفين بلغ الأمر بالإمام علي سلام الله عليه لشدة ما رأى استماتة الإمام الحسن ها وقذفه نفسه في لهوات الحرب حرب طاحنة في صفين. طبعا تعرف استمرت أيام وليالي اللي منها ليالي الهرير استمر القتال من الليل إلى الصباح. فلما شافه هكذا يغوص في وسط الحرب قال امسكوا عني هذا الغلام لا يهدني فإني أنفس بهذين على الموت يقصد هو الإمام الحسين لكي لا ينقطع بهما نسل رسول الله. من كثر ما كان الإمام الحسن سلام الله عليه كان يعني يذهب إلى الحرب ويقاتل من دون تراجع من دون تردد من دون كانت المواقف المشهودة في صفين وشقر قتل في صفين وكذلك في النهروان. هذا ما ممكن أنه يتهم بمثل هذا الاتهام دعايات أموية وما أكثر ما أشيع حول الإمام الحسن سلام الله عليه من شائعات ومفتريات وأكاذيب اللي كلها أصلها من الأمويين من معاوية وأمثاله. معاوية طبعا كان لمصلحته أن يثير مثل هذه الشبهات ولكن الإمام الحسن سلام الله عليه أرفع وأعلى من هذه الشبهات. الإمام الحسن تاريخه الناصع شخصيته الفذة تدلل على أنه أبعد ما يكون عن كل هذه الشبهات والافتراءات. أبا محمد يخاطب الشاعر أبا محمد رحمة الله هذا الشيخ الوائلي عميد المنبر يقول لا أبا محمد أيها الفرخ الذي غذاه من حجر النبوة مقعد
وغدت له الزهراء تملأ مهده نغما، أو وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما، غدات تهجزه وتهدهد. ما أقبح التاريخ حين يلح في كذب عليك وفرية تتردد. أسماك مزواجا وتلك حكاية أضحى لها الخبر الصحيح يفند. وروى بأنك خانع مستسلم والأمر عنك بعكس ذلك يشهد. ماذا أنت تخاف؟ معقول؟ ماذا أنت تخاف؟ والجد الذي ينميك والأب شعلة تتوقد. فأبوك حيدر والحيادر نسلها من سنخها وابن الحسام مهند. ها اللي جد رسول الله وأبو المؤمنين يصير هكذا. تهم وأكاذيب أموية مصدرها معاوية والأمويين. ولكن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن يبقى هو الإمام الذي حاز كما وصفه من رآه، كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. يقول الإمام النبي صلى الله عليه وآله: أما الحسن فله جودي وجرأتي، جودي وجرأتي. ها أو سؤددي عفوا. الحسن سلام الله عليه، الحسن هكذا ورث من جده رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا الإمام الحسن، وللأسف حتى إحنا الآن يعني شيعة الإمام الحسن، إحنا هم ظالمين ترى، مو بس بني أمية. أنا اليوم أطالع الموكب، اليوم اللي طالع والبارحة أقل بكثير من مواكب الوفيات الثانية. ليش يعني؟ ليش مو إمام هذا معصوم؟ مو هذا سيد شباب أهل الجنة؟ مو هو شقيق الإمام الحسين؟ صحيح شقول لي الإمام الحسين الخصوصية، هاي طبيعي الناس بعد يعني ارتباطها بالإمام الحسين عاطفتها تختلف عن ارتباطها مع بقية. ليش الخصوصية في الإمام الحسين يعني؟ ها تضحية الإمام الحسين اتخذت شكل معين، هذه شدت الناس أكثر. بس خد تعال إلى الأئمة الباقين، يعني الأئمة الباقين قد يخرج المواكب فيها أشد، وحتى الحضور في المجالس يمكن أكثر من الحضور في مناسبة الإمام الحسن. ليش؟ مو هذا ظلم للإمام الحسن سلام الله عليه؟ أليس هو إمام معصوم؟ مو هو ابن رسول الله، سبط رسول الله، هو شقيق الحسين سلام الله عليه؟ ليش إحنا بعد نظلمه مثل ما ظلموا أولئك الإمام؟ ولذلك شوف الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم عليه، إحنا المطلوب منا أصلا أن نتعرف عن شخصيته، على شخصيته بشكل صحيح، ها ناقية صافية من كل ما علق بها من مفتريات ومن أكاذيب. يعني اليوم أنا في أحد المجالس عقب ما نزلت كذا، أحدهم سوف قاعدين نسولف كذا، يقول يعني ما أخذنها بباله أنه قضية شنو يعني، ليش هو يسالم معاوية، هادي المعاوية وكذا، هو من ذاك اليوم ومشكلة ولوم قاتلنا وكذا. قلت لي يا أخي هو هذا عين الحكمة تماما. كان هذا يحتاج طبعا إلى ساعات ومجالس واحد يفصل فيها ليش الإمام سلام الله عليه وصل أنه يهادي المعاوية وكذا. قلت له هذا عين الحكمة، عين المصلحة الإسلامية وللإسلام وللدين، هو أن يهادي المعاوية ذلك اليوم. مو يدخل عليه أحد أصحابه اسمه أبو سعيد يقول أنت ليش صالحت معاوية مع أنك تعرف أن الحق لك دونه؟ شنو يجاوب الإمام سلام الله عليه؟ يقول له في أخير كلام، طبعا جاب لي كلام طويل، قال إنه أنا إمام معصوم وكذا، لا يجب أن لا يسفه رأيي، وأنتم مشكلة كان وجه المصلحة عليكم مختفيا في ذلك، مثلكم مثل موسى ويا ذاك العبد الصالح لو الخضر لما اعترض عليه لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار، لأن ما كان يعرف وجه المصلحة في ذلك. لما بين إلى بعدين حين إذن اقتنعتونها بنفس الشيء، يقول له ما تعرفون وجه المصلحة في هذا الصلح. أنا الآن وضعي مثل وضع الخضر مع موسى، ما تعرفون وجه المصلحة. ثم يقول لي في الأخير، يقول لولا ما أتيت لما بقي على وجه الأرض من شيعتنا أحد.
الإمام كان ينظر إلى هذا الشيء، يقول نسوي هذا الشيء حياطة وحماية لكم، حفظا لدمائكم. أنت تصور اعكس الأمر، افترض أن الإمام الحسن سلام الله عليه قاتل، يقاتل بأي جيش؟ جيش نص عبيد الله بن العباس راح سلم إلى معاوية، تمام؟ اللي وياه هنا متضعضع، خطبهم الإمام الحسن سلام الله عليه، وراح عبيد الله بن عباس قال يروح عسكر منه خيله هناك، هو بعدين راح يلتحق وياه، يستنهض اللي وياه مرة مرتين، حتى بعدين عدي بن حاتم تكلم كلام شديد وكذا، وقال يلا اللي يريدكم يتحرك، شو ما تحركون ليش تخذلون ابن بنت نبيكم كذا. قيس بن سعد بن عبادة وقال أنا ذا رايح، أنا رايح ملتحق بعبيد الله ابن العباس بن خيلة، يلا استنهضوا. أكثر من واحد من صحاب الخلص استنهضوهم وهم قاعدين متخاذلين ما تحركوا، إلى درجة أن معاوية استطاع أن يتواصل بالرسائل السرية وكذا مع كبار من أصحاب الإمام الحسن سلام الله عليه ويغريهم، وبعدين يرسلون إلى معاوية سرا: إن شئت قتلنا الحسن وإن شئت سلمناه إليك يدا بيد. هذا وضع الجيش اللي كان عند الإمام سلام الله عليه، يحارب بأي جيش. فلهذا يقول إذا أنا قاتلت، اللي في كلام آخر يريد على أحد أصحابي أيضا اللي لاموه على الصلح، قال لو قاتلت معاوية لسلموني إليه تسليما، فإما أن يقتلني، شوف نظرة الإمام سلام الله عليه، أو يمن علي بالعفو فتكون سبة على بني هاشم إلى أبد الدهر. يجي بعدين الأمويين، كلهم يجون، مو بس معاوية، اللي بعدهم أجيالهم يجون يتفاخرون على بني هاشم بأن احنا أطلقنا أسيركم، احنا منينا عليكم بالعفو. مشون الآن أنه النبي صلى الله عليه وآله من على قريش وصفح عنهم، وذلك يسمون أبناء الطلقاء، الطلقاء وأبناء الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ما أخذهم. تصور الإمام الحسن سلام الله عليه يؤخذ إلى معاوية أسير، وطبيعة هذه النتيجة يعني، أو يقتل لأن الجيش مو مال مقاتلة. وبعدين معاوية يقول يمن عليه، يمن عليه بأن يعفو عنه، يمن عليه بالعفو. شو نصير وضع الهاشميين؟ والهاشميين أبات الضيم، ما يقبلون الضيم أبدا، لا الإمام الحسن ولا غيره، يقبلون أن يجي معاوية يمن عليهم بالعفو، ليقول الإمام الحسن سلام الله عليه، فتصير سبة على بني هاشم. يصير هاي بعد عار يلحق ببني هاشم، هاي يسمح به إباؤهم وشممهم بني هاشم. ولهذا سالم الإمام سلام الله عليه. فوق هذا جعل شروط تلزم معاوية، شروط تقيد معاوية. بس طبعا معاوية مو مال يعني عهد ولا ما كذا، إنسان هذا فاسق فاجر، غادر، كما قال عنه الإمام علي سلام الله عليه: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر. وبالفعل وقع هناك المعاهدة الصلح ويا الإمام الحسن سلام الله عليه بشروط، من بينها وأهمها لا يتعرض لشيعة الإمام سلام الله عليه، ما يقطع عنهم عطائهم، وما يصير ملاحقات إلى الشيعة. وبنفس الوقت شنو؟ إذا هو ما ترجع الخلافة إلى الإمام الحسن، إذا مو موجود ترجع إلى الإمام الحسين، قيد معاوية يعني خلاص ما يعني. لكن طبعا معاوية يصعد المنبر بعدين: ألا وأني قد اشترطت لمعاوية شروط وكلها تحت قدمي، اشترطت للحسن عفوا شروط وكلها تحت قدمي هاتين. ليش تقول لي ما قاتل؟ على احنا مطلوب منا ايها الاخوة نتعرف على حياة ائمتنا كلهم، خصوصا هذه الامور اللي فيها اشكالات، مواقف سياسية كذا. ليش الامام الرضا مثلا قبل ولاة العهد بينما غير ما قبل وكذا؟ في ظروف معينة، في يعني مثل ما يقولون هناك يعني ملابسات للامور، في كذا يكون واحد يعرفها لابد، عشان يعرف ليش الامام سلام الله عليه اقلم على هذا الشيء مع كونه امام معصوم. هذا يكون بعد مفروغ منه. ومع ذلك معاوية مع أنه أخذ الخلافة عن طريق الصلح، بس ما كان يستقر
له قرار والإمام الحسن موجود، ولهذا سعى لقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، وتحرك لعنه الله بهذا الأسلوب اللي يتبع دائما مع المعارضين كثير اتبعه، ها الهادئ اللي ما يثير حوله يعني أي ضجة ولا أي كذا ولا أي زوبعة، ما بسهم كذا ما حد يدريه. فتوجه إلى والتجأ إلى أقرب الناس للإمام الحسن وهي تلك الزوجة اللئيمة، ها اللعينة اللي من بيت خبيث، أبوها وأخوتها وهي كلهم البيت هذا. أبوها طبعا معروف هو ممن اشترك في قتل علي سلام الله عليه الأشعث لعنه الله، هو اللي سبب أن ينقلب الجيش على علي في صفين وصير منه الخواج، هو اللي كان يقوم بدور تحريض ذلك وكذا ومنشنه وأصر على قبول التحكيم وغيره. على أي حال معروف مواقفه. أخواتها اثنين هم أيضا محمد بن الأشعث وقيس بن الأشعث في كربلاء، عند مسلم قاتله وهناك أيضا قاتله الإمام الحسين سلام الله عليه، وهذه بعدين تقتل الإمام الحسن سلام الله عليه، يغريها معاوية وزوجك من يزيد ابني اللي هو راح يكون ولي العهد مستقبلا، يعني يصير الخليفة وانت راح تكونين زوجة الخليفة، وزوجة الخليفة يعني الزوجة الأولى أو المرأة الأولى في المملكة الإسلامية، راح تصير تحتها بعد تعرف منظمات ما كذا، منظمة حقوق المرأة وغيرها كل إليها تصير، ها بعد هي الزوجة الأولى هي المرأة الأولى مثل ما ذاك الرجل الأول، هذه المرأة الأولى تصير كل شيء تحت إيدها بعد في عالم النساء. وبنفس الوقت هم أغراها بأموال، وافقت اللعينة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في مثل هذا اليوم كان صائم بأبي وأمي، ترى لما أغلب أيامهم صيام، صيام لله عز وجل تقربا إليه، فكان في صيامه قربت إليه، طبعا مثل هاليوم هذا لا قبل 40 يوم، قربت إليه إفطاره لبن، قيل أعطي له لبن بأبي وأمي وقد وضعت فيه ذلك السم، لما شرب الإمام ذلك أحس بحرارة السم تسري في جوفه حتى بقي طريحا على الفراش. ظل بأبي وأمي ترى مو يوم ولا يومين، 40 يوم، ها طريحا على فراش المرض. يدخل عليه أبو عبد الله في مرة من المرات يشوف قد شحب وجهه اصفر لونه، أخي أبا محمد من الذي صنع بك هكذا؟ قال ما تريد أن تصنع به؟ قال أريد قتله والقصاص من؟ قال لا، إن كان هو فالله سبحانه وتعالى أولى به، هو اللي يحاسبه، وإن لم يكن هو فلم تسلط عليه. أوصيك أن لا تهرق في أمري ملء محجمة دما أبدا، إياك أن تريق ولو قطرة دم في أمري. ولذلك قال له قد عارضونكم كذا، إذا أخذ جنازة غير عارضوك ارجع ودني إلى البقيع، ادفني عند أمي الزهراء وعند جد عفوا فاطمة بنت أسد. وبالفعل الإمام الحسن سلام الله عليه أو الإمام الحسين التزم بما قال له أخوه الإمام الحسن. بهل أثناء وإذا بالإمام الحسن يقول للحسين أخي أبا عبد الله أدن الطشت مني، ليش يا أبو محمد؟ قال أريد أن، لأنك بدي أشوف هذا جوفي أخذ يتقطع، يتقطع من حرارة ذلك السم. لما قرب له ذلك الطشت أخذ يقذف قطعا من الدماء من جوفه، يعني دماء متخثرة كان يقذفها، يقتضي دماء مو يعني الكبد هي، لا كناية، يعني يقول الكبد هي كناية، وإلا هو الذي قذفه الإمام الحسن سلام الله عليه دماء من جوفه، السم يجعل الدم هكذا متخثر. فلذلك أخذ الإمام سلام الله عليه يقذف تلك القطع من الدماء في ذلك الطشت، إلى أن قال للإمام نح هذا الطشت، جعله في زاوية غطيه. ليش يا أبا محمد؟ ما أخاف يقول اجي هذه الوديعة، اجي الحزينة، اجي أم المصائب تنظر إليه، لا تقوى ولا تستطيع أن تنظر إلى هذه الدماء وقد خرجت من جوف أخيها. اقلنا
زايدا نطشت مني يا عضيدي سم العين يا عضيد فت كبدي آه دن طشت من وكبدة ملتضية كبدة قذفها ودمعة صارت هتونة وقلد شيل الطشيت لا تشوف المصور ولدج الحراير يا عضيد ينظرون خايف تذوب قلوبها يا ابن الشفي بينما الإمام الحسين مع أخي وإذا قد دخلت أم المصائب زينب أجركم الله لما نظرت إلى أخي الحسن بتلك الحالة بكت سالت دموعها على خديها تشوفه مرمي على فراشه اصفر لونه شحب وجهه أخذت تبكي زينب بأبي وأمي وحانت منها التفاتة إلى طشت موجود في زاوية من الزوايا ذهبت إليه كشفت هذا الذي مغال غطاء عليه وإذا به بها ترى فيه قطعا من الدم عرفت زينب أن هذا الدم من جوف أخي الإمام الحسن صاحت وأخاه وحزنا أيوة مسمومة ودشت الحورة تلتفت لشمال ويمين شافت طشت مرمي يهلت دمعة العين مملين ما وصاحت يا نور العين يا حسين كبد الحسن متقطعة وتخفي علي أجركم الله هذا موقف لزينب مع أخي الإمام الحسن لما رأته بتلك الحالة تلتفت إلى أخي الحسين تقل أخويا أخويا يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيدك جني أشوف بالمراض رايح مني ترى كثر البكاء والنوح بعد ما يفيده بطل الونة وظل علينا يدير بالعين آه أخويا على فراق العضيد الله يعينا هذا يا والينا شمالك مع يمين وقوم الأعادي فرقا وبينه وبينه نالوا مطالبهم وصاروا مطمئنين وإذا بالإمام الحسين يلتفت إلى أخي الإمام الحسن قام الشهيد وعبرته بخده جرية وعاين عضيده يطوح الون خفي قال له يا ابو محمد يا اخويا قطعت بي فتح عيونه وسال دمعه على الخد فتح الإمام الحسن عينه ودموعه جارية لمن تجري لمصاب أخيه الحسين يلتفت إليه قال له أخي أبا عبد الله لا تبكي لا تبكي علي وإنما هو سم تجرعته وأنا أموت بين أيديكم بين أهلي وأحبتي ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله ذاك اليوم هو يوم المصيبة هو يوم البكاء قال لي يا ابو السجاد لا تبكي ولا تنو
أنا على معزة أعالج طلعة الروح، لكن انت 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 تظل بكربلة عريان مطروح، مرضوض جسمك بالثرى ومقطوع ليد. زينب بكت بأبي وأمي، بس إلها موقف آخر أبكاها كثيرا. لما رأت جنازة أخيها قد ارتفعت على الأكوف، وإذا بها تخاطب إخوتها، تخاطب أخاها الإمام الحسين، تقول له يا حسين ريض يا أبو سكنة ابن عش حلو الجهام، ونشرع لتابوت المشكر هالعمى، وشيل الجفن عن غرته تودع هيته. لا وين ماشي بكعبة الوفاد يا حسن، ريض يا ابو سكنة بجنازة حلو الاطباء، وعرج بتابوته على مكسورة، وفاطمة هي المعزة في هذا اليوم، بلكات وخلى على الرضا، وخلنا نجدد ودا. اتمهل يا اخويا ذابت قلوب النساوي، عرج على قبر البتول ابن عش ابنه، بعد ايش عندك زينب؟ وقبره يا اخويا لا تحفره بعيد عنها، عنها ليش دفن بكترها بلكتي هون حزنها، لكن لكن هل هذا هون حزن الزهراء؟ لا بل هذا أهاج حزنها، لأن الزهراء تنظر إلى ولدها وقد خرج من الدنيا مسموما مهضوما، بعد أن قذف قطعا من الدم من جوف الشريف. ونوحي على الأولاد، خلي نعز الزهرة في هاليوم، ها ختام اليوم، اليوم وفاجعت الإمام الحسن، ترى المعزات هي الزهرة، هي التي إن شاء الله تشفع لك في مثل هذا اليوم، يوم وفاة وشهادة ابنها الإمام المظلوم المهضوم. ونوحي على الأولاد يا زهرة الحزين، في كربلاء واحد واحد في المد، وتفرقوا عنك وصار الشمل تب، واحد من جعد وحسنا، واحد من جعد قضى، واحد مني واحد دفن عندك، واحد عنك بعيد، وحسينا ذاك الغريب العطشان، واحد دفن عندك، واحد عنك بعيد، قبر الحسن عندك وقبر حسين، و ترى حطوا يا زهرة اليوم في بيتك عزيز، بالدار ناصبها غريب الغاض، وانتي وانتي يا زهرة بالصفايح مقد، ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين، ليتك تشوفين الحسن في صدر الحسين، مسند له بصدره ويجري دمعات
العين العين والكل منهم لازم الثاني باليدين ويقول أمرين قدر الباري عليه. أدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب وأطراف البيوت تحوط. إلهنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله، اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. جماعتنا الحاضرين بالأخص المؤسسين لهذا المجلس، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين بالأخص الجرحى والمصابين، رد كل غريب إلى وطنه سالما، فرج عن إخواننا المؤمنين في كل مكان، لا سيما أعزائنا أبناءنا أحبتنا المسجونين في سجون الظالمين. اللهم فرج عنهم، اجمع بينهم وبين أحبتهم يا كريم. اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، وخذ لنا بحقنا ممن سفك دماءنا وهتك حرماتنا وسجن شبابنا. إلى موت الحاضرين والمؤسسين ومن مات على الإيمان، وإلى أرواح العلماء والشهداء على الأخص روح إمامنا الراحل والشهيد الصدر وشهدائنا الأبرار، إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.